كونترنور ولا ديريجوناس؟ رفيق انا باش نبدا من الكلام الاخراني اللي انت قلته، مهم برشا انك بعد ساعات تبدا تتعدى من مرحله صعيبه تجم تبنيها تردها ايجابيه للملاعبيه، تعطيهم موتيفاسيون، تقول لهم احنا توا عملنا زوز هزايم ما عندناش بيبليك، الناس تستنى فينا، لابد من رده فعل كبيره، وهذه راهي حاجه معمول بها ومفهومه شو معناتها ملاعبي معناتها عامل زوز هزايم وما فماش بيبليك وما فماش واحد وفما رده فعل لازمها تكون، نعملوا برشا على رده الفعل نتاع الملاعبيه، حضورهم الذهني كيفاش اليوم باش يكونوا حاضرين. مباريات هذوما رفيق رامي تلعبوا على جزئيات صغيره اللي راهو كي تعرفها كره قول لك ميترو يربح وميترو يخسر، دي ديتاي صغار ديترمينية على الكره الاولانيه لي ديويل حاضر، انا راني موجود اليوم مهما كانت الظروف ومهما كانت عندي مشاكل راني باش نتعدى وباش نربح ماتشوي.